السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مدام دعاء؟ أهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ واتش التلفزيون يا أم يوسف واسمعينا من التليفون على طول. حاضر حاضر. قولي. ممكن لو سمحت عايزة أسأل الشيخ سؤال اسألي بعد إذنك. اتفضلي. أنا متجوزة من بقالي 20 سنة ومعايا 3 أولاد. ما شاء الله. وكان حصل بيني وبين جوزي حاجة يعني مشاجرة، فقلت له تحرم عليا زي أخويا وأبويا لو عملت الحاجة دي. فبعد فترة طويلة يجي 15 سنة عملها يعني. فأنا عايزة أعرف إيه الحكم، لأن أنا تعبانة جدا. بعد إذنك خلي فضيلة الشيخ يرد عليا. حاضر. أنتِ قعدتي 15 سنة الحاجة اللي هي حلفت عليها ما حصلتش بعد أيوة. 15 سنة. أنا يعني قالت لو بعد عملت 15 كذا سنة جوزي عمل الفعل دوت مثلا، يعني أنا كنت من 20 سنة متجوزة في أول جوازنا، فقلت له عمل حاجة ما عجبتنيش يعني، فقلت له لو عملت الحاجة دي تحرم عليا زي أبويا وأخويا. فبعد فترة يعني طيب فعايزة أعرف إيه الحكم، لأن أنا تعبانة جدا يعني. الموضوع ده قارتني وبعد يعني، وهو أصلا يعني في الوقت ده برضو حصل بيني وبينه معاشرة وكده. حاضر حاضر. فعايزة أعرف رد الشيخ أو حاضر. حكمه إيه يعني. ماشي يا أم يوسف. حاضر. متجوزة من 20 سنة وقالت لجوزها لو عملت كذا تحرم عليا زي أبويا وأخويا، وبعد كده بعد 15 سنة الراجل عمل العملة وعملوا معاشرة زوجية، فإيه بقى وضعهم؟ هي ما لهاش علاقة بالطلاق، لأن الطلاق لمن ملك الساق، يعني الطلاق ده حق الزوج. الزوجة بقى تحلف بالطلاق تقول عليها الطلاق زي الرجالة أو تحرم عليا، كلام لا يعتد به. ولكن من باب الاحتياط أو عشان حفاظا على حدود الله، عليك كفارة يمين يا أم يوسف، يعني تطعمي 10 مساكين أو تصومي 3 أيام، من باب الأخذ بالأحوط. ولكن الطلاق للرجل لا للمرأة. تمام.